مش بس رحت المحكمة، حضرتك اتنفيت لمدة 6 شهور بسبب آخر يعني. بسبب قدراتك في الإدارة، وإن أنت بتترقى بشكل سريع، وإن عندك تصريحات لاذعة لما بتخص مشروعات وطنية موجودة أو رؤية بشكل معين. قصة نافية جديد جت إزاي؟ وإيه والله السبب؟ يعني إيه التصريح اللي حضرتك قلته للوزير وقتها وما عجبوش؟ لا، هو الوزير في ذاك الوقت كان عاوز موضوع معين يمرره. هذا الموضوع انا شفته غير قانوني. هو ايه كان الموضوع؟ يعني كان في مشروع بيتنفذ، واحنا يعني ضغطنا مدة تنفيذه، فطبيعي الشركات اللي هي بتنفذه دي نتيجة ضغط الوقت مفروض انها، واخد بالك، بنعمل لها تعويض لانهم بيصرفوا زياده، بيعملوا شفتات بالليل، بيشتروا المعدات شراء مباشر، ما بيستناش انه يلم عروض سعر. يعني حسبنا لهم هذا الكلام وطلعناه بما يرضي الله يعني. وكان الشركات اللي بتنفذ الحاجات دي شركات قطاع عام، من بطاها موردين اللي بيوردوا المعدات وبيركبوها. فالموردين دول فوجئنا لانهم طالبين تحكيم معانا احنا كوزاره. فطبعا هذا الكلام غلط، لان اللي يطلب تحكيم الشركه الكبيره اللي احنا متعاقدين معاها، انما مقاول الباطن ده متعاقد مع الشركه الثانيه. وطبعا التحكيم ده رفضنا ان نمضي عليه، وقلنا ان الكلام ده غير قانوني وكده. بس مقاول الباطن هو الجندي المجهول في اي مبنى ما او هو اي مشروع عقاري. العلاقات التعاقديه، واخد بالك، مبنيه على العقد بيني وبين المقاول الرئيسي. المقاول الرئيسي هو اللي يدي، يعني انا اديله وهو يدي المرض اللي حضرتك عنده. شايف ان المنظومة دي صح؟ يعني النهاردة احنا عندنا مشروعات عملاقة وطنية بتنفذها الحكومة ومشروعات قطاع خاص، وفي النهاية شركات كبيرة بتحصل على المشروع وبتتعاقد عليه، لكن اللي بينفذ على ارض الواقع هو المقاول، واللي بيكون الضحية في كل الاوقات، لان الشركات الكبيرة بتعرف تاخد حقوقها لكن بتتعامل مع المقاولين بشكل مختلف. واظن حضرتك المسؤول الاول في مصر عن مقاولي مصر. المنظومة عندنا ماشية ازاي؟ وتصحيحها ممكن يكون حضرتك شايفه؟ المنظومة ماشية عندنا تشريعات مالية فاسدة، وهي اللي بتؤدي لهذا. هضرب لحضرتك مثلا، أنا اشتغلت في السعودية 4 سنين. التشريعات في السعودية إن الشركة الكبيرة أو المقاول الرئيسي كل شهر قبل ما بيقبض حقوقه بيقدم للجهة المالكة إن هو إدى للمقاول السب كونتراكتور اللي عنده، مقاول البطل اللي عنده، إداله مستحقات. لو ما إدالوش ما بيصرفلوش حقه، وممكن يصرفوه مباشرة للمعمل. يا حضرتك بتقول ان التشريعات عندنا عندنا فاسدة، وحضرتك كمان ليك تصريح بتقول ان قانون العمل لا يشجع على الاستثمار هو بالمرة. قانون العمل شيء، والقانون المناقصات والمزايدات اللي حاكم مستحقات الشركات شيء آخر.